الحياة الثقافية في لبنان تنتفض من تحت الرماد، معلنة ولادة مهرجان يلقي الضوء على مأساة لبنان على مدار العامين الماضيين، في وقت يمر فيه اللبنانيون بأسوأ أزمة في تاريخهم المعاصر على جميع الأصعدة. يأتي القائمون على المهرجان ليؤكدوا أن الإفلاس المادي لن ينجم عنه إفلاس فكري. عدة محطات سيسلط عليها الضوء بدءا بجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية وانفجار مرفأ بيروت التي أدت إلى عزل لبنان ثقافيا. الفعاليات ستكون بمشاركة المعهد الثقافي الإيطالي وسفارة كل من الولايات المتحدة وسويسرا وإسبانيا وبلجيكا ومعهد غوتا الألماني، على أن تكون العروض والأنشطة في مسرح مونو لمدة 10 أيام لتستمر بعدها لمدة عام كامل. تحد كبير وغير مسبوق انطلق به مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية في دورته 7 تحت شعار الوحي، سعياً من القائمين عليه لإنقاذ الحياة الثقافية في لبنان من الانهيار.